الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة عالمك أحلى مع زوزو مع وصفات جديدة وفيديو جديد كان نشكركم بزاف على تعليقاتكم الطيبة وثقتكم في الوصفات اللي كنقدم كنتمنى نكون دائما في حسن الظن ديالكم ومرحبا بالناس جداد لاول مره يشوفوا قناتي كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد واليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم مجموعه من الحلويات سهله وسريعه اللي كتكون لذيذه بزاف وثاني شيء انها كتوفر عليكم في الوقت وفي المجهود وحتى في المكونات يعني في متناول الجميع اكيد تبعوا معي اكيد الخطوات وان شاء الله غادي تطلع معكم بنفس النتيجه واحسن باذن الله اللي نحتاجه في المكونات اول اول نوع غادي نحضره مع بعض اللي هو كريات الثلج المحشوه اللي حنايا معروفه عندنا في المغرب اللي هي اسمها ريش بوند حنا غادي نديرو بطريقه جديده كنتمنى انها تنال اعجابكم يعني كنحتاجو في المكونات مية وخمسة وعشرين غرام ديال الزبدة لينة بحرارة المطبخ وكأس من سكر البودرة أو لا سكر السقيل أو لا نصف كأس على حسب أنها غادي نفندوها في المربى من بعد غنضيفو لها واحد الملعقتان من الزيت النباتي وكيف ما كتشوفوا أنا مستمرة في التحريك بهذا الشكل بغيت نوصل هذوك المكونات إلى خليط كريمي نضيف واحد البيضة بدرجة حرارة المطبخ وغادي نستمر في التحريك بهذا الشكل وأنا كنضيف المكونات غادي نضيف واحد نصف كأس من الذرة أو النشا اللي احنا كنسميوها المايزينا ومن بعد غنضيف واحد الكيس من الفانيليا وغادي نستمر في التحريك حتى هذاك المكون كيولي عندي كريمي ولكن نفس نفس الوقت غادي نبقى مستمره حتى نبدا نضيف الدقيق تدريجيا غادي نضيف واحد نصف الكيس ديال البيكنج باودر او ملعقه صغيره من البيكينغ باودر او 4 غرام من البيكنج باودر اللي هي خميره كيميائيه وكنحتاجوا الى ملعقتين كبار من الحليب البودر وغنضيف عليهم واحد القليل من الدقيق وغادي نضيفوا هذاك الكيس ديال الكاكاو او لا شوكولاته بودره وغادي نبدا نخلط في هذاك الخليط جيدا حتى كي تكون عندي واحد الكريمه ديال الشوكولا وغادي نضيفوا ليها الدقيق تدريجيا حتى كي تكون عندنا واحد العجين لين أكد ان العجين خاصو يكون لين لان الا ضفنا واحد الكميه كبيره من الدقيق وبغينا نجمعوه يعني هنا ما غاديش نقدروا نتحكموا في العجين وغادي يجي عندكم قاصح وهنا ما غاديش تقدروا تشكلوا اللي هما كريات الثلج فلهذا كنأكد انه الدقيق خاصو يضاف تدريجيا باش تحصلوا على هذه النتيجه اللي كيكون عندكم عجين بحال مرمل وسهل تشكلوا به كيف ما بغيتوا صافي في هذه الاثناء آه غادي نبدا نشكل واحد الكويرات حتى نكمل الكميه المتواجده عندي وغادي نوريكم الحشوه اللي غادي نحشيو بها هاد كريات الثلج واللي اللي غادي نحتاجوها في كرية الثلج غادي نحتاجو الى علبه من الحليب المركز المحلى ما غاديش نديرو الكميه كامله غادي نديرو تقريبا يعني نصف الكميه اللي غي... غيكون المقابل ديالها واحد الكاس وربع من جوز الهند او لا الكوك هذاك الحليب غادي هذاك الكوك عفوا غادي تشرب لنا الحليب كامل ومن بعد غنبداو نشكلو واحد الكويرات صغيره اللي غادي نحشيو بها كريه الثلج غادي نغطيوها آه غادي نحطوها جانبا وغنغطيوها بالبلاستيك الغذائي باش ما يتنشفش لينا وهاد الكميه المتبقيه من الجوز الهند غادي نديرو بواحد الحلويات اللي كتكون سريعه وما كتحتاج نهائيا اي مجهود ولا كتحتاج الفرن هنا غادي ناخذ آه غادي كره من البسكوت وغادي ناخذ في المقابل ديالها نخذ كرة من الحشو وغادي نحطها في الكف ديالي الأحسن نديرو هاد الطريقة نقدروا في العجين يستحسن انه نحطوه في الكف ديالنا ونبسطوها جيدا ومن بعد غادي نبدا نغطي هذيك الكريه اللي هي الحشو الحشوه ديال ديال كرية الثلج غادي نتاكد انه انا سديتها من جميع الجوانب من بعد غادي نبدا ندور فيها حتى كتشكل عنا بواحد الشكل دائري والصينيه ديال الفرن غادي ندهنها بالقليل من الزيت النباتي باش ما تلصقش لينا صافي وفي هذا الاثناء غادي نكمل جميع الكويرات بنفس الطريقه غير هو ملاحظه منين تساليو مثلا اول اول صينيه او لا اول صفيحه غادي نغطيوها بالبلاستيك الغذائي باش هذوك الحلويات ما تنشفش لينا وفي نفس الوقت منين تقربوا تكملوا تسخنوا الفرن على درجه حراره مية 180 وكنطيبوها من تحت ومن فوق في نفس الوقت على درجه حراره مئه شفتوها خرجت لي 44 حبه اللي صراحه انا كنشوفها لا باس بها وهنا من بعد ما كملنا الكويرات كامله غادي نخليهم متباعدين وغادي نطيبهم على درجه حراره 150 من التحت ومن الفوق هنا من بعد ما طابوا جمعتهم في واحد الصفيحه او لصينية صينيه وحده ومن بعد جبت المربى اللي هي بطعم المشمش او مربة المشمش سخنتها شويه في يعني خليتها تسخن غير شي شويه يعني درجه الحراره متوسطه من بعد كنبدا نغطسهم في المربى بحال هذا الشكل كيف ما كتشوفوا وتقدروا تستغناو على هذا يعني بعد ما يطيبوا تقدروا ديروا لهم شوكولا لكم الاختيار انا غير حبيت نشارك معكم الطريقه اللي درت انايا او لا الشكل النهائي اللي درت انا اما الطريقه رانا شاركتها معكم من الاول للاخر صافي كان نغطسهم في المربى وكان نعاود نغطيهم بجوز الهند او الكوك وكان استمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه المتواجده عندي غادي نجهز معكم النوع الثاني من الحلويات السهله وسريعة بدون فرن مكوناتها بساط وكيف ما كتشوفوا هذاك المتبقي من الحشو من الحشو اللي درنا به الحلويات اللي هي كريات الثلج غنضيف عليه تقريبا واحد الكاس مملوء من جوز الهند او الكوك وهذاك المتبقي من الحليب المركز حتى هو غنضيفه وغادي نبقى كنحرك في الخليط كيف ما كتشوفوا ان جوز الهند كيتشرب بواحد الشكل سريع غادي نستمر بهذه الطريقه ومن بعد غنضيف العنصر الجديد على هذا النوع من الحلويات هو الكونفليكس آه لكم الاختيار تقدروا تضيفوا الزبيب آه تقدروا تضيفوا المكسرات انا حبيت نضيف المتواجد عندي كتبقى مستمره بهذا الشكل وكندخل هذوك المكونات في بعض وغادي تكون عندي واحد العجين اللي هو فيه الخليط ما بين جوز الهند والكونفليكس صراحه كيجي المذاق ديالو رائع جدا يعني كنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه وغادي تنال اعجابكم وغادي تنال اعجاب الاطفال ديالكم اكثر غادي ندهن الديا بالقليل من الزيت النباتي بهذا الشكل وغادي ناخذ كل كويره وغادي نشكلها بواحد الشكل متساوي باش غادي نقول لكم التزيين ديالها علاش حنايا بغيناها تكون بشكل متساوي غادي نكمل جميع الكمية المتواجدة عندي وغادي ننتقل إلى مرحلة التزيين اللي هي مهمة جدا أن الأطفال ديالنا إحنا هادشي كامل كنديرو على قبل الأطفال ديالنا وهاد الطريقة كيف ما ذكرت أنها كتعجب الأطفال بزاف أنا جربتها مع الأطفال ديالي وكونوا على يقين أنها غتعجب الأطفال ديالكم صافي كنستمر بهذا الشكل ومن بعد غادي ننتقل إلى مرحلة التزيين مرحله التزيين غادي نحتاجوا الى الشوكولاتة البيضاء والشوكولاته السوداء وكيف ما كنوريكم في الكاميرا انه ضروري هذوك الكويرات يكونوا متساويين يعني نحاولوا نكورهم مزيان يعني ما يكونش تشققات ولا شي حاجه كيف ما كتشوفوا كناخذ واحد القليل من الشوكولاته السوداء وكنضيفها على الشوكولاته البيضاء وكنغطس هذوك الكويرات ديال جوز الهند اول كويره ما غاديش تعطيني بيان سور الشكل الرخامي الكويره الثانيه غادي تعطيكم الشكل الرخامي اللي صراحه كيكون لا من ناحيه الشكل ولا من ناحيه المذاق كيكون زعما صراحه زوين بزاف الشكل ديالها من بعد ما كنديروا واحد الخليط ما بين الشوكولاته البيضاء والسوداء كتعطينا واحد الشكل رخامي كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه المتواجده عندي ولكم الاختيار بغيتوا تضيفوا في التزيين اي حاجه بحال هذوك الكويرات اللي هما ديال في الشكل ديال اللؤلؤ كيجيو زويونين عاوتاني لكم الاختيار في التزيين هذا الطريقه ديالي البسيطه كنتمنى انها تنال اعجابكم وهذا هو شكل نهائي ديال الكويرات ديال جوز الهند اللي قلت لكم ما نهائيا اي مجهود وما كتحتاجش الفرن سهله وسريعه وتوجدوها في دقائق غادي نحل معكم وحده باش من الداخل كيف كتكون وصراحه يعني انا جربتها مع الاطفال ديالي وعجباتهم يعني يكونوا على يقين ان غتجربوها الوليدات ديالكم غادي تعجبهم بزاف وغنتقلوا الى الشكل الثاني اللي حضرنا مع بعض اللي هي كريات ديال الثلج بشكل جديد محشوه بالجوز الهند صراحه لا من ناحيه الشكل ولا من ناحيه المذاق يعني ما غاديش تحشمكم نهائيا والاكثر من هذا الشيء كامل والاهم هو ما فيهاش نهائيا اي مجهود غادي نحل معكم وحده كيف ما كتشوفوا صراحه يعني غادي تعجبكم انا على يقين انكم لي غتجربوها ولكن ما تنسونيش في الدعاء ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلبكم ونخليكم دائما في امان الله وانتظروني مع فيديوهات جديده باذن الله ونتمنى لكم ان شاء الله عيد مبارك سعيد والسلام عليكم ورحمه الله